أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن الأشخاص الذين لديهم تاريخ طويل من حالات اضطراب الصحة العقلية والنفسية لديهم علامات تشير إلى أن أجسادهم تبدو أكبر من أعمارهم الفعلية. الحديث أكثر حول هذه الدراسة يسرنا أن تنضم إلينا عبر تقنية الاتصال المرئي أخصائية نفسية هدى جمال. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية، ما مدى صحة هذه الدراسة وهل هناك رابط بين الصحة العقلية والنفسية وصحة جسد الإنسان؟ أنا أتفق شخصيا مع هذه الدراسة، هناك ارتباط بين الصحة النفسية والعقلية والصحة الجسدية للإنسان، لكن أولا يجب أن نوضح ما هو مفهوم الصحة. مفهوم الصحة لا يقتصر فقط على صحة البدن أو صحة الجسد وخلو جسم الإنسان من الأمراض أو العجز أو الضعف، بل إن من مؤشرات الصحة أن يتمتع الإنسان بصحة نفسية وعقلية، أن يكون قادر على ممارسة حياته، أو خلينا نقول يكون قادر على التعامل مع ضغوط الحياة المختلفة، التفكير بوضوح، القدرة على حل المشكلات، أن يتمتع بعلاقات مع زملائه وأقربائه تكون جيدة، أن يكون قادر على العمل بإنتاجية وأن يؤدي دوره على أكمل وجه في المجتمع. فالصحة النفسية أو الجسم والنفس هما كما يقال وجهان لعملة واحدة، إذا تأثر أحدهما بطريقة ما حتما سيتأثر الآخر. نعم دكتورة، يعني أشارت هذه الدراسة أيضا إلى أن المرض العقلي والنفسي مرتبط أيضا بتسارع الشيخوخة كما أشارت هذه الدراسة، وأن أجساد هؤلاء الأشخاص تبدو أكبر من أعمارهم. ما تعليقك على هذا الجانب؟ بالفعل هناك عدة عوامل تؤثر أو تسرع من ظهور الشيخوخة، من أبرزها الاضطرابات النفسية أو العقلية، لأن الأشخاص المصابين بهذه الاضطرابات أو الذين يعانون من هذه الاضطرابات يميلون أكثر إلى اتباع نظام صحي أو غذائي يكون سيء نوعا ما، تكون ممارستهم للأنشطة أو للأنشطة الرياضية أو للتمارين الرياضية أقل، فبالتالي تظهر هذه العلامات مبكرا عليه. أيضا هناك نقطة مهمة وهي العامل الوراثي، فإذا كان الشخص عنده استعداد وراثي أو قد عانى مسبقا من أي اضطرابات عقلية أو نفسية فراح تظهر علامات أو سوف تسرع الشيخوخة وتظهر العلامات عليه بشكل أكثر من غيره. دكتورة ختاما، ما هي أبرز النصائح التي تقدمينها للجمهور الكريم للمحافظة على الصحة النفسية؟ في هذا الجانب أحب أوجه أو أقدم نصيحتين للأشخاص في هذه المرحلة، مرحلة الشيخوخة أو مرحلة التقدم في السن. الأمر الأول تواصل مع الآخرين، أما الأمر الثاني هو إيجاد المتعة في الأنشطة اليومية. بالنسبة حق التواصل مع الآخرين، من أكبر التحديات اللي تواجه الشخص المسن عند الوصول لهذه المرحلة إنه هو ينخرط في المجتمع أو يتم أو يحافظ على التواصل مع الآخرين، لذلك يجب أن يحرص الشخص أن يتواصل ينخرط في المجتمع، خاصة مع وصوله لمرحلة التقاعد، وأيضا قد يعاني من الأمراض المرتبطة بهذه المرحلة، فالحرص على التواجد في مجموعة من الناس يدعم الشخص ويساعده في تجاوز هذه المرحلة وعدم الدخول في مرحلة الشعور بالوحدة والاكتئاب. أما بالنسبة للتمتع بالأنشطة اليومية، يجب أن يتجنب الشخص العزلة تماما، يحاول الانخراط في المجتمع، التسجيل في الأندية المحلية أو الجمعيات المحلية، محاولة القراءة أو الكتابة، هذه الأمور جميعا تساهم في أن يحافظ على تواصله مع الآخرين، فنفس ما قلنا يتجنب شعوره بالوحدة والوصول إلى مرحلة الاكتئاب. نعم، شكرا لك على هذه التوضيحات.